عاد الحين نبي نجي إلى شغلة الدراهم، والدراهم يقولون مراهم، وباقي لنا الله العالم أسبوع على الراتب القادم، لكن إن شاء الله قبل ما يجي هالأسبوع أو يتم عندنا الوقف أيتام حائل المتبقي عشان نوصل لمبلغ 20 مليون ريال. ما شاء الله بقي 319,490 ريال فقط. أعيدها، 319,490 ريال، يعني حققنا تقريبا 79%، وهذا رقم طيب جدا ومشجع. والأعمال بالخواتيم، وإحنا في فرصة الآن أن نكون ضمن اللي بذل وقدم في هذا الوقف المبارك. إيش تقول لي يا شيخ غيلان؟ ما سمعنا حسك، تعليقك على هالوقف أو غيره؟ مقطع في نفس ال... عندك مقطع؟ تفضل. تلاوة. تفضل. ياك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك وجزاك الله خير. نشوف المقطع الآن، الحجة علينا لأن سمعنا واستمعنا، نقول إن شاء الله أطعنا وسننفذ هذا الأمر. وشوف مقطع التبرع وإياكم. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفل اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. شكر الله لكم، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل لنا في الدنيا والآخرة بإذن الله. شكرا لك أبو صالح الشيخ نايف الحربي، جزاك الله خير على هذا الحضور والمشاركة. الله يا مرحبا. والله أقول المال مال الله لا يفوتك، بس أي والله هذا اللي حنقول ونكرر إن شاء الله للمسلمين.